إلى هنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دار الدهر الأمين. أو في هذه الحالة نقول إفلايماني الفاسيلية تو باتروس كي تو يو كي تو أيوب نيماتوس مباركة المملكة الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور أمين. أمس احتفلنا بعيد المسيح الملك. طبعا بغض النظر هذا العيد موجود ولا مش موجود، لأنه هذا العيد ليس موجوداً خارج عن الكنيسة اللاتينية، ولكن كلنا نؤمن بأن المسيح ملك. في عندنا كلام السيد المسيح لبيلاطس، هاي بس بدي أركز عليها. إنجيل يوحنا فصل 18 يحضر يسوع الناصري إلى الحاكم بونتيوس بيلاطس، غلط نقول بيلاطس البنطي، هي غلطة شائعة. وهنا نجد خبث اليهود، لأنه التهمة أمام المحفى اليهودي كانت أن هذا الرجل يكفر، هذا الرجل يدعي الألوهة. طيب هاي تهمة لا تؤثر على الرومان، الرومان كان عندهم آلهة لكل شيء، كان عندهم آلهة للبيت، آلهة للطعام، آلهة للخمر، آلهة للجمال. فتقولهم إنه أجا واحد زيادة وعمل حاله إله ما بتأثرش على بيلاطس. عند بيلاطس اختلفت التهمة إنه هذا الرجل يقول عن نفسه إنه ملك، وملك اليهود مين لقب بملك اليهود في زمانه؟ هيرودس. هيرودس لقب من باب الصلبطة يعني بملك اليهود، ما كانش ملك، كان رئيس ربع، ولكن إرضاء لليهود مع أنه هو كان أدومي، أدومي يعني من شرق الأردن. نعم، إذا ملك اليهود كأنه هذا صار تمرد على قيصر. بيلاطس يسأل يسوع أملك أنت إذن؟ والمسيح يجيبه أنت قلت إني ملك، إني لهذا ولدت وأتيت إلى العالم لأشهد للحق. معناه المسيح يكون ملك علينا عندما نتمسك بالحقيقة. هلأ إحنا الشعب العربي كثير مرات لا نتمسك بالحقيقة، نبعد عن الحقيقة. ليش؟ من باب العاطفة أو حمايل والعشائر. ابن عمي غلطان بس أنا بصف مع ابن عمي، ابن حزبي غلطان بس أنا بصف مع ابن حزبي. شو المسيح بقولنا؟ ملك المسيح هو وين؟ في الحقيقة، الحقيقة العلمية، الحقيقة التاريخية، الحقيقة الأدبية، الحقيقة الطبية. مش حتى ترضي الناس تقول له انت مش مريض وهو بيكون البعيد مريض. ايضا جملة ثانية او آية ثانية قال له يسوع ليست مملكتي من هذا العالم. طبعا هاي مهمة، هاي الآية نحكيها بهالمنطقة وبهاي البندينة بالذات، لانه في بشر بتذرعوا بتحججوا بهاي الآية حتى يقولوا احنا يا عمي ما بخصناش في الدولة، ما بخصناش في المجتمع. المسيح قال مملكتي ليست من هذا العالم، لا بدنا ندخل بلدية، لا بدنا ندخل كشاف، لا بدنا ندخل جمعيات، لا بدنا ندخل فريق رياضي. المسيح قال مملكتي ليست من هذا العالم. المسيح هنا تكلم بس عن نفسه هو، يعني انه هو ملك ليس كملوك الأرض، وطريقة وصوله إلى الملك ليست كطريقة ملوك الأرض. شو طريقة ملوك الأرض؟ جيوش، بالوراثة، بالجيوش، بالأموال، بالسيطرة، بالقوة، بالنفوذ الدبلوماسي، بالقتل والذبح. طبعا مرات غير الحريم، طبعا هذا قتل وضرب ومؤامرات وانقلابات. إذن لا طبيعة مملكة يسوع، مملكة يسوع لا وسائلها ولا طبيعتها
ولا أهدافها بالنسبة له هو شخصيا، ولكن بالنسبة إلنا إحنا نحن مملكة يسوع، مملكة الحب أو هيمنة الحب وليس حب الهيمنة، سيطرة الحب وليس حب السيطرة، سلطة الحب وليس حب السلطة، اللي شفناها كمان بالانتخابات وبكل القصص هاي. بشر بده يوصل للكرسي بعدين بيعمل شيء. طيب شو حكى المسيح عنا احنا اللي احنا مملكته؟ رسالة بطرس من جهة، بطرس الأولى فصل 2 آية 8 وتابع، أيضا سفر الرؤيا شو بقول؟ إحنا مملكة من الكهنة، معنى إحنا ملوك، إحنا كهنة، إحنا أنبياء. أنبياء يعني بنحكي كلام الله، كهنة يعني بنقدم حياتنا ذبيحة، مش بس الكاهن بيرفع الذبيحة في القداس، وملوك إنه المسيح لما هو ملك علينا احنا ما بنكون عبيد، لما هو سيد علينا بيعملنا اسياد. وفعلا المسيحي والمسيحية اساسا كل واحد منا شو بيقولوا له؟ السيد فلان، صح ولا لا؟ السيد فلان. ليش السيد؟ معناه مش عبد، مش عبد. السيد معناه مش عبد، السيدة. كل واحد عندنا ولا خصوصا بالعالم الغربي مدام سينيورا، السيدة معناها ليست أما طبعا، والآنسة هي سيدة صغيرة أو سيدة حتى يميزوها أنها غير متزوجة. هلا في واحد موجود معنا هون كان عمره 5-6 سنوات، مرة راح عند واحد بيعمل مساجات، ولا بقول لأمه بقولها بدي أروح أنا عند هذا اللي بيعمل مساجات. بعدين سألته أنا ليش بدك تروح؟ قال هذا بقول عني السيد فادي. أيوة موجوده. شوف انبسط فادي أبو 6 سنين كيف عصام تبع المساجات إذا بتتذكروا، اللي دارس في اليونان، شايفين؟ شايفين؟ كان مرة صار يسأل السيد فادي، فصار فادي دائما يحب ايش؟ قلت له طيب انت مش بحاجة لمساج، قال لا ما هو بقول عني السيد. شايفين ما أحلى الندوات هاي؟ السيد. احنا في المسيحية كل إنسان سيد، ما منخاف نقول السيد كيريوس، كيريوس كرماليس كيريوس، صح؟ اه بشوف كيريوس كيريوس، المطران حتى يميزوا بيقولوا كيريوس كيريوس، نعم باللاتيني كمان دومينوس دومينوس، نعم. طبعا لما نقول عن الانسان انه سيد مش انه خربنا على ربنا، لا، ربنا هو السيد المطلق الرب، زي ما نقول عن الله انه فلان اب، ابو جمال، ابو جريس، ابو جريس، ابو فرح، ابو الوليد، ابو ابو الياس، صح؟ منيح؟ مش خربت على ابوة ربنا. شو ابوتنا احنا بالنسبة لابوة ربنا؟ بالعكس، هاي اشتراك ضئيل، نقطة من بحر ابوة ربنا، كما بنقرأ في رسائل مار بولس، منه اي من الاب تسمى كل أبوة في السماء وعلى الأرض، باترياه باليوناني كل أبوة. إذن الحلو في المسيح إنه ملوكيته ما بتجعلنا عبيد، الحلو في المسيح إنه بتركنا أحرار. إذا أراد أحد أن يتبعني، بدكش تتبعني أنت حر. إذا أردت أن تكون كاملاً، بدك تكون كاملاً، أنت حر.
طبعا بحب دائما اقول لكم على ما هي الحريه التي حررنا اياها ايضا سيد المسيح. احنا معناش خبر زي ابو قاسم بياع الاخبار لان الخيال ان متعودين عليها. الحريه من الاشياء الخارجيه تبعت شريعه موسى او شريعه الحاخامه يسوع. هاي نلاقيها وين؟ بالرسالة لأهل غلاطيا. المسيح حررنا من الختان، المسيح حررنا من الوضوء، المسيح حررنا من تمييز المأكولات، آكل هاي ولا ما آكلش هاي، بعد ما آكل إشي تبين إنه فيه لحم خنزير، طب كيف بدك تعاود تطلعه من معدتك؟ المسيح حررنا من كل هالقيود الخارجية، خصوصاً على مين؟ على المرأة. إذا في الحالة الفلانية بتقدرش تصلي، إذا ما فيش مي بتقدرش تصلي، يصلي البني آدم إذا ما فيش رمل. طيب هاي المي مقطوعة هون في الضفة الغربية وفيش رمل، نحن ما نصليش. المسيح حررنا، بحكي من إيش؟ من هاي الشرائع اليهودية الخارجية، بس ما حررنا من الوصايا العشر زي ما شهود يهوى بقوله في كتاب يمكنكم أن تحيوا إلى الأبد في الفردوس على الأرض صفحة 131 على إيدك اليمين نص الصفحة، وأقول لك المسيحيون ليسوا خاضعين للوصايا العشر. هذا كلام فارغ، كلام خطير، كلام إجرام. شو؟ إحنا مش خاضعين للوصايا العشر؟ مش خاضعين للوصايا العشر يعني اقتل أسرك إلى آخر، بعيد منكم طبعا. إذا المسيح حررنا من إيش؟ من الشرائع الخارجية، ليس من وصايا، من الوصايا العشر. المسيح حررنا من الضغط والعبودية، كل إنسان حر، وفعلا الدين المسيحي قضى على العبودية. بالنسبة للزواج فيش عندنا تشريعين، تشريع للنساء الفتيات اللي جايين من عائلات حرة، وتشريع للإماء. فيش في عندنا أكم من تشريع للزواج، تشريع واحد. ولكن وهون بدي أنهي كلامي قبل ما نرجع لإنجيل مرقس اللي بنقرأه تباعا. حررنا يسوع من الخطيئة، فهمنا إنه أكبر عبودية للإنسان هي من جهة الضلال، عدم معرفة الحقيقة. وكثير مرات الجهل قاتل للإنسان. مثلا أنا جاهل بالكهرباء، زي ما نبهونا في الزمانات وإحنا صغار الكهرباء ما بتأثرش على الخشب، بس الخشب المبلول ممكن ينقل الكهرباء، وممكن البعيد الإنسان يتكهرب. اللي ما بعرفش هالإشي وبصير هالإشي البعيد في حياته ممكن يروح فيها بسبب إيش؟ بسبب جهل. غير عن العادات اللي ثلاث ارباعها غلط، عاداتنا في الحياة بالتنفس بالأكل ثلاث ارباعها غلط. الناس قاعدين بقتلوا حالهم بشكل بطيء بسبب جهلهم بأشياء، مثلا هالكوكاكولا كلها المشروبات الغازية. اقرأوا جريدة القدس عدن امبارح في الملحق، ضرر المشروبات الغازية على الصحة عامة وعلى الأسنان خاصة. إذا شو قلنا؟ ما الذي يستعبد الإنسان؟ الجهل. طلع الشعوب الأوروبية لما بتعاملوا مع الشرق بتعاملوا بجهل، ممكن يكون عبقري في الذرة بفهمش إشي في الشرق الأوسط. إذا اللي بيستعبد الإنسان هو الجهل. عشان هيك الكنيسة يا عمي بدها تحرر الناس من الجهل. ليش نعملنا مدارس؟ ليش نعمل ندوات؟ ليش نعمل نشرات؟ شو كان صديقي اللدود الله يرحمه بنيوت زيدان يقول؟ انتوا يا الخورة بدكم الناس يكونوا جاهلين. قلت له، كنت اقول له من غير اليوم، بالعكس يا ابو سابا، الشعب الجاهل بتعبنا اكثر. حتى العدو الذكي افضل من الصديق الجاهل أحيانا. إذا شو اللي بيستعبدنا؟ الجهل، عدم المعرفة،
وثانيا الخطيئة كما قال السيد، وهنا أنهي كلامي، إنجيل يوحنا فضل فصل 8، الحق الحق أقول لكم إن كل من يقترف الخطيئة هو عبد. هلا في بعض الترجمات ممكن تلاقوا هو عبد للخطيئة، بس هاي للخطيئة هاي موجودة في المخطوطات الحديثة، يعني أقدم 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 المخطوطات زي ما ببين علميا الكنيسة، زي ما قلنا كمان في بيت لحم الكنيسة لا تخاف من العلم. المسيح قالها بشكل مطلق إن الذي يقترف الخطيئة هو عبد، مش بس عبد للخطيئة، عبد وحافخ، بفكر حاله حر. تعرف كيف الأولاد الصغار أول ما يبدو يحكوا لك دوس، يعني بالدوس اعمل اسمك دوس بديش، ليش بدك تروح على المدرسة حر؟ بفكر الإنسان حاله حر، بدي أدخن يا حبيبي بتضر صحتك، أنا حر، هاي هي العبودية، بدي أشرب تسكر بتضر صحتك بتضر جيبتك، أنا حر. بالعكس هاي هي إيش؟ العبودية. وشكرا لإصغائكم.